أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الثانية، الأسرة، الدرس الثاني عشر، الحوار الثالث، انظر واستمع. واحد. هايكا، can you hear me؟ Yes, sir. You are الأم in this dialogue, okay؟ Okay. Assalamu alaikum, sir. وعليكم السلام. You are الأب in this dialogue. You both will listen to the audio and you will repeat it. الوحدة الثانية، الأسرة، الدرس الثاني عشر، الحوار الثالث، انظر واستمع. هذا أذان الفجر. هايكا، هذا أذان الفجر. الله أكبر، الله أكبر. أين الأولاد؟ الله أكبر، الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. سعد في الحمام يتوضأ. في الحمام يتوضأ. repeat. في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعيد؟ أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. هذا هو المعطف يا والد. وأين النظارة؟ وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هذه هي نظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. Sir, what is the meaning of هيا بنا? هيا بنا mean let's go. Anybody else any question? Okay, next student, Zainab Ali. Do you hear me? No, yes. Okay, Zainab, you are the first student. Then Zinatullah Nehla. Miss Hoor. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. You are second student. I will play the audio and you both will repeat. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. هذا أذان الفجر. زينب علي. هذا أذان الفجر.
هذا أذان الفجر. الله أكبر، الله أكبر. أين الله الأبحار؟ أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أين الأذان؟ أين الأولاد؟ أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. زينب. سعد في الحمام يتوضأ. But I cannot see the screen. I have closed the book. That's why you can't see the book. وأين سعيد؟ وأين سعيد؟ وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هذه هي نظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. هيا بنا. Next student, Selvi. Zinatul Nehla. Do you hear me? السلام عليكم سر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So in this one, you are the mother, okay? You will read the sentences of mother in Arabic. Miss Hoor. Yes. You are father. Start. Okay. Zinatul Nehla. Can you hear us, Zinatul Nehla? Yes or no? هذا أذان أذان صلاة الفجر. Okay, هذا أذان الفجر. Okay. مسحور. مسحور, do you hear us? Yes or no? She's not here. Next student. الله أكبر, الله أكبر. أين الأولاد؟ الله أكبر. زينب النهلة. Next. سعد في الحمام يتوضأ. Correct.
وأين أحمد؟ أحمد. أحمد في الغرفة، غرفتي يقرأ القرآن. وأين فاطمة؟ هي مصلية هي في تصلي المصلى غزلة تصلي. تصلي الصلاة. هي في المصلى تصلي. تصلي الصلاة. مشهور. Miss Ho, do you hear us? She has lost the internet connection, so I will complete. Ainal Metaf. ها هو المعطف. هذا هو الميتاف. Okay. وأين النظارة؟ ها هي النظارة. هذه هي النظارة. أوكي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. أوكي. Anybody else who wants to practice this dialogue, you can tell me. Then we will proceed to the next one. Yes, may I? Okay, Yes, Khatija, may you I? want to practice. So Khatija, you are mother. Aisha. Aisha, Yes, but you are father. Mom. Start. Ummi Haza Adhan, Father Salah. Haza Adhan. It's okay. Okay. Aisha. الله أكبر الله أكبر أين الأولاد؟ سعد في حمام ودو يتوضأ. سعد في الحمام يتوضأ. تودع. وأين سعيد؟ أو أحمد؟ وأين أحمد؟ أحمد في غرفة، غرفتي اقرأ قرآن. أحمد في الغرفة يقرأ القرآن. أحمد في الغرفة اقرأ القرآن. وأين الفاطمة؟ هي صلاة مصلى صلاة هي في هي المصلى في مصلى صلاة. تصلي. أين المعطف؟ مصلي. نتيجة هذا هو الميتف. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة. هذه النظارة. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا إلى المسجد. هيا المسجد.
هيا بنا. Let's go mean هيا هيا بنا. Anyone else who wants to practice this, then we will proceed to the next one. Mr. Selvi, you can message us on WhatsApp. We will arrange something for you, inshallah. So we practice this dialogue. Now we'll proceed to the next one. Al-Mufraddat, Al-Ardun, Al-Wastami, Waid. So next student we have to be the next one. John Haika. Anti Satasmain al-Lasoth. Satukarina Matasmaina. You will listen to the audio and you will repeat whatever you hear in the audio. Okay, sir. الدرس الثاني عشر المفردات العرض انظر واستمع وأعد مسجد مسجد مصلى مصلى القرآن القرآن هيا بنا هيا بنا نظارة نظارة معطف معطف غرفة غرفة حمام حمام يتوضأ يتوضأ يقرأ يقرأ يصلي يصلي This word, repeat. Repeat this word, Ab. Ab. Adan. أذان الفجر الفجر أولاد أولاد repeat أولاد ابن ابن Okay, next student. May I? Okay, Khatija Amir. تدريب سل بين الكلمة والصورة المناسبة. Let me mute and okay. Good. Yakra. Okay. Asurat Rula. Yakra. Asurat Usania. Surat.
Surat al-Wahid. No. Mal kalima li surat al-Saniya. What is the word for the second picture? Just tell the word. Yes. Saniya. Mal kalima. String Urdu. Saniya. What is the word for the second picture? Is there any word for the second picture? Yes. So what is the word? Asani. Yatawadda. The word for the second picture is yatawadda. Okay. Nothing else. No need to say anything else. Just say the word. As-suratu salisa. Ayu kalima. Quran. Al-Quran, correct. Al-Quran. Surah Rabia. Nazarat. Nazara. Surah Al-Khamisa. Nazara. Masjid. Masjid. Surah Al-Sadisa. 1, 2, 3. Yeah, Surah Al-Sadisa. The Kursi. Gurfa, kamra, room. Gurfa. Metaf. Al-Wahdatu Sani Al-Usra Darsu Salusa Shara. Again, we have some audio. We need to practice. Okay, next student we have Miss Gold. Yes. تدريب الأول استمع ثم دع علامة الصحيحة في المربع المناسب لديك خيارين اختر الخيار الصحيح استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب أولا والدة أي سورة الأولى أو الثانية أولى ثانيا مسجد أولى سورة الأولى ثالثا ابن سورة الثانية ثانية سورة الثانية رابعا نظارة سورة الثانية خامسا يصلي سورة الأولى سادسا جد سورة الأولى بهذه الطريقة سندرب هذا التدريب بعد ذلك التدريب الثاني أشير إلى السورة التي تسمع اسمها سنترك هذا السؤال المفردات نداء فيها الأرض انظر واستمع وعيد ما معنى أشير؟ سوري ما معنى أشير؟ أشير مين point أشير للسورة التي تسمع اسمها point toward the picture which name you hear so basically if you hear the word for example يتوضأ in the audio you will put a check mark on this picture If you hear the word musalla, you would put check mark here. If you put the word usra, then you will put check mark here.
like this question is no. done. مفردات نداء في الأرض منذ الوسط الميعاد. Who is the next student? Miss Nabila Tamud. Romina. Selvi. Zina. Yes. Okay. Nam. Read this vocabulary. Sita. Correct. Sabat. Yes. Samnia. Samania. Samania. Nisa. Tisa. Nisa. Tisa. This is ta. Tisa. Tisa. Ashra. التدريب الأول سل بين العدد والصورة المناسبة. زينة النهلة. Do you hear me? Aisha Imran. نعم. Okay. You will tell me. للسورة الأولى أي العدد؟ تسعة. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. سبعة. 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 السورة الثانية. ثمانية. ثمانية. السورة الثالثة. عشرة. السورة الرابعة. ستة. السورة الخامسة. تسعة. تسعة. التدريب الثاني رتب الإعداد. ماذا نكتب هنا؟ تسعة. سبعة. سبعة. بعد ستة لدينا سبعة. هنا ثمانية. ثمانية. وهنا تسعة. تسعة. وهنا عشرة. Inshallah, next time we will start this chapter 14, الدرس الرابع عشر. If anybody has any question, they can ask me. Okay, this is speed review. Any student can answer. Just unmute your microphone and then you can answer this speed review. Hurry up, anybody? About Hawla. Hawla. Khair. Khair. Ibn Nini. وجد يجد وجد يوجد ذهب شرق راح يروح مدينة عمل عمل يعمل لكن يد ما فورت
عالم 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 عالمنا عالم عالم ما شكل ما 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 رأيه يرى مشروع مشروع مشريع وطني وطنيون وطني ابن 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 أيضا أيضا بس سامية سامية يسمع من بين إذا بين بين أو 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 عمل 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 أعمال نسبة نسبة صوت صوت أصوات ثلاثة ثلاثة تمام لا لا ما ما وات عمل شو which التي اللاتي لما لما نو عنا يعني أنا 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 Now the one student will answer. Let's go, Jion Haika. Are you here? Aisha Imran. Khadija Amir. Ma'am. Can you hear me? Next student, wait for next student. John Aika, do you hear me? Yes, sir. Okay, you will tell me now. الآن Can you tell me the spelling of ear? The first letter is Ain. What will be the second letter? Anyone else? نعم عام عام عين ألف ميم Correct عام عوام Next one. Anyone? Well, no. First word is our letter is on. 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 Yeah. An. الآن. ذلك. شاء. يشاء. That. What is the word for that? ذلك. Spell. ذلك. ذلك. Next to will to want. Sha'a. Spelling. Hamza. Sha'a. Yasha'u. Sheen Alif Hamza. Next. Third one. Third one. Amma. Time third one.
الآن الآن أيضا حمزة يا ضاد نو 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 أما 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 عام أعوام fourth one sixth sixth أما ذلك second second no not second second is feminine ذلك is third ذلك fourth fourth أما 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 أن شاء شاء second no sixth one شاء يشاء five fifth one the layout ذلك 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 شاء شاء That's all for today. Anybody, any question? See you all next time, inshallah. Masalama. Masalama. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu alaikum.